السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم إن شاء الله نبدأ في الدرس الثالث أو اللي هو يعني 2 part B من النيوكليوتيدز اللي هو اسمه بيورين نيوكليوتيدز سينثيسيس ديجريديشن. طبعا نفس اسم الـ 2A لكن هذا البارت الثاني. البارت الأول اللي تكلمنا عن كيف البيورين نيوكليوتيدز بتتصنع. في البارت هذا حنتكلم يعني باختصار شديد عن كيف بتتكسر وإيش الحالات أو الأمراض اللي متعلقة بيها. يعني كلام أكتر إنه يكون فارماكولوجي أكتر مما إنه بايوكيمستري. ما في مشكلة نشوف يعني. فنبدأ بسم الله. هذه الأوبجكتيفز، هذه الكونتنتس، هذه صورة جاية من بدري بس ما في مشكلة حترجع لنا بعدين، يعني حنحتاجها في توضيح كم شغلة بس بعدين. طيب زي ما تعلمنا في الدرس اللي قبل ده، عرفنا إنه البيورين بيزز نقدر نصنعها عن طريق السيل بريك داون او اللي هو السيلولر تيرن اوفر، يا اما عن طريق التيرن اوفر يا اما عن طريق الانتيك دايتري انتيك. فالبيورين بيزز حتتحول لحاجه اسمها هايبوزانثين. الهايبوزانثين اذكركم مره ثانيه هو البيز حق الاي ام بي. الهايبوزانثين بعدين حتحول لحاجه اسمها زانثين، والزانثين بعدين حتحول ليوريك اسيد. اليوريك أسيد هو الـ end product حق الـ catabolism of purine bases. يعني دحين لما جسمنا مثلا يصنع DNA ولا RNA ويكون الـ base عبارة عن purine، طبعا مع الوقت خلاص الـ purine يعني لازم تتكسر عشان تتصنع جديد. يعني الأشياء ما تعيش forever يعني في جسم الإنسان. فلما بتتكسر الـ end product حيكون اليوريك أسيد. فهذا هو عشان كده انت لما تاكل مثلا بروتين بيزيد عندك اليوريك اسيد مره كتير، لانه البروتين كله عباره عن دي ان اي وار ان اي وبيورين بيزز وزي كده. فنبدا في الدرس بسم الله. يقول لك اول شيء اليوريك اسيد زي ما قلت لكم هو المين اند برودكت اوف بيورين كاتابوليزم ان هيومن ليفر. احنا هنا عرفنا انه هو عباره عن المين اند برودكت حق البيورين، وفين بيحصل الكاتابوليزم حقه؟ بيحصل في الليفر. خلاص كميه اليوريك اسيد في البلازما تكون من 3 ل 7 ميلي جرام بير ديسي لتر في الميلز، و 2 ل 6 ميلي جرام بير ديسي لتر في الفيميلز. هذه كمية اليوريك أسيد في البلازما، مو في الله يكرمكم البول، لا في البلازما. يوميا كمية اليوريك أسيد اللي الجسم بيتخلص منها تتراوح ما بين 300 ل 700 ميلي جرام. وهنا بيقول لكم انه السوليوبيليتي حقت اليوريك أسيد تعتمد اعتماد او تتاثر يعني مهول جدا بالبي اتش او الحموضه. فتقدر تقول ان درجه الحموضه هي اللي هتتحكم في السوليبيليتي حقت اليوريك اسيد. طبعا مو حاطين ايش اللي يزيد وايش اللي ينقص، لكن نعرف بس ان البي اتش او درجه الحموضه بتاثر على السوليبيليتي حقت اليوريك اسيد بشكل مره يعني ماركلي انفلوينسد، يعني بتاثر له بشكل مره كبير. دحين احنا خلصنا من الكاتابوليزم، هذاك كان يعني مره مختصر شديد. عرفنا انه الاند برودكت حيكون عباره عن يوريك اسيد. فدحين حنشوف الديسوردرز اوف بيورين كاتابوليزم. في عندنا كده مرضين مره كبار او حالتين مرضيه مره كبيره، حتكون يا هايبر يوريسيميا يا هايبو يوريسيميا. فواضح من اسمهم الهايبر يوريسيميا حيكون عندنا يوريك اسيد بكميات مره كبيره، والهايبو يوريسيميا حيكون يوريك اسيد بكميات مره قليله. فنشوف كل واحد. اول شيء نتكلم عن الهايبريوريسيميا. الهايبريوريسيميا معروف باسم الجاوت، واظن يعني اللي عنده اقارب لا سمح الله ولا شيء يعني المرض يعني منتشر الجاوت. طيب ايش هو الجاوت؟ يقول لكم مستويات مرتفعه من اليوريك اسيد في السيرم. السيرم هو طبعا البلازما حقت الانسان. احنا عرفنا انه مستوى اليوريك اسيد في البلازما الطبيعي يكون من 3 ل 7 في الميلز و2 ل 6 في الفيميلز. فإذا زادت المستويات حيكون عند الشخص هذا إيش؟ مرض الجاوت. طيب الجاوت خلينا نفكر فيها، إيش اللي بيزيد كمية اليوريك أسيد في البلازما؟ حتكون واحد من اثنين، يا إما إنه الكاتابوليزم بيزيد أو اللي هو الأوفر برودكشن، يعني معناه الجسم بيصنع يوريك أسيد بكميات مرة كبيرة، يا إما إنه ديكريز ديكسكريشن، الكيدنس حقتنا ما هي قادرة تطلع اليوريك أسيد يعني في الله يكرمكم في البول بشكل منتظم، فبالتالي بيتراكم في البلازما. هذه الحاجتين هي اللي بتزيد كميته في ايش؟ في البلازما، يعني كمية اليوريك اسيد او مستوياته. طيب ايش مشكلة الجاوت؟ ايش مشكلة لما عندنا يكون في يوريك اسيد في البلازما مرة كتير؟ بيقول لكم انه بيصير كريستاليزيشن في الصوديوم يوريت. في عندنا حاجة اسمها صوديوم يوريت موجودة في السوفت تيشو وفي الجوينتس،
بيصير لها كريستاليزيشن، يعني بتتجمد بتصير سوليد وبتصير شكلها كريستلز. وهذا ايش مشكلتها؟ بتروح عند المفاصل وبتتراكم هناك ويصير اسمها توفي. دحين نشوف شكلها كيف. طبعا بتسبب التهابات جدا خطيره والام مره كبيره يعني. دحين تشوفوا كيف. هذا طبعا الكريستلز اتجمدت يعني وصارت سوليد بالاحرى، وكده بيصير في المفاصل يعني. الله يجيرنا وياكم. بتصير المفاصل الام مره كبيره لانه نتيجه تراكم اللي هو شو اسمه الصوديوم يوريت فيها. زي ما تكلمنا قلنا الهايبر يوريسيما حتتسبب بحاجتين، يا اما انه اكسسيف برودكشن، الجسم بيصنع يوريك اسيد بكميات مره كبيره، يا انه ان ديكويت اكسكريشن، الكيدنز ما هي قادره تطلع الكميه المطلوبه من ما هي قادره تتخلص من اليوريك اسيد بالشكل المطلوب. طيب لما نتكلم عن الجاوت في عندنا حيكون حاجتين، يا اما انه ميتابوليك جاوت يا اما انه رينال جاوت. الميتابوليك جاوت حيكون يا برايمري يا سيكندري، والرينال حيكون يا برايمري يا سيكندري. نشوف كل واحد فيهم ايش حكايته. نبدا في البرايمري ميتابوليك جاوت، عباره عن جينيتيك ديسوردر، معناه مرض وراثي. طيب المرض الوراثي حيكون واحد من اربعه، يا اما انه ديفكت في البي ار بي بي سينثيز. تذكروا البي ار بي بي سينثيز انزيم؟ البي ار بي بي سينثيز يكون فيه ديفيشنسي في او يكون ديفكت، يعني ما بيشتغل بشكل مزبوط، ف او بالاحرى بيكون سوبر اكتيفيتي يعني بيشتغل بشكل مره كبير. يعني ف ايش اسباب الشغل المره كتير؟ حتكون يا اما انه عطب فيه لا سمح الله، يعني مثلا الشفره الجينيه حقته يكون فيها خلل، يا اما انه يكون ريزيستنت تو فيدباك انهيبيشن، معناه الجسم بيحاول يسوي فيدباك انهيبيشن لكن البي ار بي بي سينثيز ما بيستجيب للريجوليشن ده، فبيواصل شغله بينتج كميات ضخمه جدا من البيورينز، وبالتالي مع الوقت طبعا البيورينز هذه حتتكسر وحتنتج في كميات ضخمه جدا من اليوريك اسيد. هذه اول حاجه او اول شيء يعني اول سبب او اول صوره من صور البرايمري ميتابوليك جاوت. ثاني واحده حتكون بارتشال ديفيشنسي اوف اتش جي بي ار تيز او ترانسفيرز. تتذكر طبعا ده الانزيم هو كان المسؤول عن تحويل، عندنا هنا صوره دقيقه لو سمحتوا. اوكي هذا هو ال HGPRTransferase، كان مسؤول عن تحويل الهايبوزنثين ل IMP والجوانين ل GMP طبعا عن طريق مساعده ال PRPP. فالديفيشنسي partial deficiency في الانزيم هذا partial deficiency بتزيد كم طبعا احنا حتزيد عندنا كميه الجوانين والهايبوزنثين في الجسم صح، لانهم ما بيتحولوا للاي ام بي وجي ام بي. طيب ايش المشكله لو زادت عندنا كميه الهايبوزنثين والجوانين؟ زي ما تشوفوا في الصوره، معلش انا هرجع ورا شويه. تتذكر الصوره دي؟ شايفين الهايبوزنثين؟ هذا هو الهايبوزنثين اوكي، وهذا الجوانين. طبعا مو لازم نفهم كيف، لكن لازم تعرفوه انه اذا زادت كميه الهايبوزنثين والجوانين في الجسم في الاخير يعني حتزيد كميه اليوريك اسيد بشكل مره مهول لا سمح الله. ف قلتهم تعني انه كميه اليوريك اسيد حتقل. اتمنى وضحت الصوره، يعني هي 1 زائد 1 تساوي 2، خليت ال 1 نص حتقل ال 2، يعني شيء واضح اوكي. فهذا هو البارتشال ديفيشنسي اوف اتش جي بي ار تيز، تتراكم كميه الهايبوزنثين والجوانين في الجسم وبالتالي اليوريك اسيد حتزيد كميته. ثالث واحد حاجه يسموها ليش نايهان، ما نعرف ليش نايهان سيندروم، ما نعرف كيف تنطق. المهم ايش هو ليش نايهان سيندروم هذا؟ complete or severe deficiency of HGPRTs، يعني يشبه رقم 2 بشكل مره كبير. بيقول لكم انه الHGPRT ترانسفيرز يا اما انه complete او severe deficiency، يعني ممكن يكون حتى مختفي بشكل كامل، فبالتالي الجسم ابدا ما حيقدر يصنع اللي هو IMP وGMP عن طريق الهايبوزنثين والجوانين. بالتالي اي هايبوزنثين او جوانين في جسم الانسان حيتصنع حيتحول ليوريك اسيد، ما حيتحول لهذه الاشياء، وبالتالي حيصير عندنا الجاوت. رابع واحد اخر واحد حاجه يسموها فون جيركس ديزيز. طيب ايش هو الفون جيركس ديزيز؟ احنا لو تتذكروا في بدايه الفيديو اللي قبل هذا قلنا ان الريبوز 5 فوسفات هو حجر الاساس في تصنيع ايش في حجر الاساس في تصنيع ليش البيورين صح. طيب اذا زادت كميه البيورين في جسم الانسان حتزيد كميه الميتابوليك معليش حتزيد كميه الميتابوليزم حقه
البيورينز. بالتالي حزيد عندنا اللي هو ال استغفر الله نسيت ايش اسمه اليوريك اسيد صح. طيب الريبوز 5 فوسفيت هذا من فين بيجي؟ بيجي من حاجه اسمها جلوكوز 6 فوسفيت. الجلوكوز 6 فوسفيت عن طريق انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز او فوسفاتيز اظن ايوه بيتحول لريبوز 5 فوسفيت. طيب اذا قل الانزيم هذا مو قل معليش هو ديفيشنسي due to enhanced conversion of G6P to ribose 5P and PRPP. بيقول لك هنا انه الفون جيركس ديزيز هذا يكون عندنا ديفيشنسي في الانزيم ده فبالتالي حتتحسن او تزداد كميه تحويل الG6P لريبوز 5 فوسفات. اذا زادت عندنا كميه الريبوز 5 فوسفات حتزداد عندنا كميه البيورين, واذا زادت عندنا كميه البيورين طبعا بعد وقت معين حتتكسر البيورينز كلها وحتتحول لايش اليوريك اسيد, فبالتالي حتزداد كميه اليوريك اسيد في الجسم وحيصير عندنا جاوت. اتمنى وضحت. هذا سؤال اللي يبغى يختبر نفسه, وهذه الصوره للتوضيح. هذه كانت موجوده في الفيديو اللي قبل ده, وهذا السلايد كان موجود في الفيديو اللي قبل ده عشان كده بيقول لك ريمبر. طيب دحين خلصنا من البرايمري ميتابوليك جاوت وعرفنا انه عباره عن ايش, عن مرض وراثي. ندخل على السكندري ميتابوليك جاوت. ايش هو السكندري ميتابوليك جاوت وكيف بيصير؟ بيقول لكم دو تو ديزيزز وذ ويتش انكريز بيورين كاتابوليزم. هذا يكون عباره عن امراض تزيد كميه تكسير البروتين البيورين اللي بتحصل في جسم الانسان. فلما نكسر بيورين مره كثير حتزداد عندنا كميه الاند برودكت اللي هو طبعا اليوريك اسيد, فبالتالي حصير عندنا جاوت. طيب ايش اللي بيسوي انكريز في البيورين كاتابوليزم؟ حاجتين, يا اما انه اكسس نيوكليو بروتين تيرنوفر اللي هو تذكر لما كلمتكم على السيلولر تيرنوفر, بتزيد كميه السيلولر تيرنوفر فبالتالي بيصير عندنا نيوكليو بروتينز مره كثيره في الجسم, فبالتالي الجسم حيضطر يصنع بيورين مره كثير فمع الوقت حتتكسر حيطلع عندنا يوريك اسيد مره كثير. طيب الاكسس نيوكليو بروتين تيرنوفر هذا متى بيكون؟ بيكون لا سمح الله في حالات الكانسر اللي هو السرطان وحالات اليوكيميا. الكانسر واليوكيميا زي ما احنا عارفين بتزيد كمية الخلايا اللي بتموت في جسم الانسان, فبالتالي مع الوقت تزداد كمية النيوكليو بروتينز اللي بتطلع من الخلية فبيزداد عملية تكسير تزداد عملية تكسير البيورين وبالتالي حيزداد عندنا كمية اليوريك اسيد. هذا اول واحد. ثاني واحد increased cell proliferation اللي هو cellular death, حاجة يسموها psoriasis. السورياسيس هذا الخلايا اللي في الجسم بتموت بشكل اسرع, فبالتالي كل ما ماتت خليه وتكسر الدي ان اي والار ان اي حقها حيتفكك عندنا البيورين وحيتحول ليوريك اسيد, وبالتالي حيصير عندنا سيكندري ميتابوليك جاوت او اللي هو الهايبر يوريسيميا. دحين خلصنا من الميتابوليك جاوت نروح على الرينال جاوت. عندنا برايمري وسيكندري ما حنتكلم عنهم كتير. البرايمري يكون primary or congenital يعني حيكون يا إما وراثي أو مرض جاء مع الولادة. أما secondary renal gout يكون عبارة عن أمراض مكتسبة يعني عن طريق الوقت واحد كبير وجاله مرض في الكلية لا سمح الله والكلية ما صارت تقدر تتخلص من اليوريك أسيد فبيتراكم عنده اليوريك أسيد في الجسم وبالتالي بيصير عنده gout. طيب كيف بنعالج الجاوت؟ نحن الحين عرفنا المرض وفهمنا كيف بيصير, كيف نعالجه؟ عن طريق حاجتين, يا اما عن طريق الدايت يا اما عن طريق الادويه. طيب عن طريق الدايت حنمنع عنه حاجه ونخليه ياخذ حاجه. ايش اللي حنمنع عنه؟ نمنع عنه اي شيء يكون مليان بالنيوكليو بروتينز. زي ايش؟ زي ميت, ليفر, كيدنيز. الاشياء هذه لما ياكلها الانسان هذه مليانه مره نيوكليو بروتينز فبالتالي ممكن تكون مسبب لا سمح الله في الجاوت. فلما نمنع عنه الاشياء هذه احنا بنقلل كميه اليوريك اسيد في الجسم. ثاني شيء نخليه يشرب حليب وياكل المشتقات حقته اللي هي جبنه ولبنه والاشياء دي. هذا بالنسبه للدايت. بالنسبه للدرجز في دواء اسمه اللوبيورينول. اللوبيورينول ياخذه المريض اللي عنده جاوت وهذا يعتبر تريتمنت يعني. دحين نشوف كيف بيشتغل اللوبيورينول. صوره توضيح. طيب هذه ما هي صوره للتوضيح. الالوبيورينول عباره عن كومبيتيتيف انهيبيتور للزانثين اوكسيدز. ايش هو الزانثين اوكسيدز؟ دحين حنشوف بعد شويه. دحين نشوف ايش هو. طيب
الالوبيورينول. الالوبيورينول يقول لكم structurally similar to hypoxanthine. تتذكروا شو الهايبوزانثين؟ هو البيس حقت الاي ام بي، تكلمنا عنها في الفيديو الماضي كذا مره. فالالوبيورينول هذا يشبه الهايبوزانثين تماما، structurally similar يعني يشبهه شكليا. طيب ايش اللي بيصير؟ في عندنا انزيم في الجسم اسمه زانثين اوكسيدز، خلاص زانثين اوكسيدز انزيم. الزانثين اوكسيدز انزيم هذا بيجي عليه الالوبيورينول وبيتحول لحاجه اسمها اوكسيبيورينول. الاوكسيبيورينول نفسه اللي نتج بعدين حيجي على الانزيم نفسه اللي هو الزانثين اوكسيدز ويسوي له ايش؟ كومبيتيتيف انهيبيشن. فين مكتوبه دي؟ inhibiting its ability to oxidize hypoxanthine and xanthine وبالتالي decrease uric acid formation. طيب انا حاسس انها ما وضحت، اعيدها مره ثانيه بشكل مره سريع. عندنا انزيم في الجسم اسمه xanthine oxidase، خلاص الxanthine oxidase مسؤول عن تحويل الهايبوزانثين والزانثين اللي في الجسم ليوريك اسيد. طيب لما نعطي المريض الدواء هذا اللي هو الالوبيورينول ايش اللي بيصير؟ بيروح الالوبيورينول على الانزيم وبيتحول لحاجه اسمها اوكسيبيورينول. الاوكسيبيورينول بيسوي انهيبيتنج للانزيم نفسه، يعني بعد ما الانزيم صنعه راح سواله انهيبيشن. يعني زي ما يقول لك لا تعضل يد اللي تاكلك، ما نعرفش المثل هذا، هنا صار العكس. فالاوكسيبيورينول يسوي انهيبيشن للانزيم ده. طيب ايش اللي صار في الجسم لما سوينا انهيبيشن للانزيم ده؟ لما نوقف الانزيم هذا الهايبوزانثين والزانثين حيتراكم في الجسم. طيب هذول يتراكموا احسن مما انه ايش يتحولوا ليوريك اسيد، واليوريك اسيد هو اللي يتراكم. فبالتالي لما نحن وقفنا تحويلهم ليوريك اسيد قللنا كميه اليوريك اسيد فورميشن. هذه اول طريقه يشتغل بها الالوبيورينول. ثاني طريقه يشتغل بها الالوبيورينول اللي هو بيروح عند البي ار بي بي اللي هو ناتج من تحول ال رايبوز 5 فوسفيت بيتحول لبي ار بي بي. هذه اول خطوه في الدينوفا، تكلمنا عنها دي في المحاضره الماضيه. المهم زي ما احنا عارفين البي ار بي بي كاتالايزد باي انزيم اسمه جي اتش بي ار جي اتش اتش جي بي ار تي، نفس اللي تكلمنا عنهم اللي هو الترانسفيرز. طيب بيجي الالوبيورينول وبيروح على البي ار بي بي وبيسوي ديكريز ان ذا بي ار بي بي ليفلز، بيقلل كمية الـ PRPP في جسم الإنسان وبالتالي بيقلل كمية الـ De Novo Purine Synthesis. طيب إيش استفدنا لما قللنا كمية الـ Purine في جسم الإنسان؟ حنقلل، كل ما قلت كمية الـ Purine كل ما قلت كمية الـ Purine اللي بتكسر، صح؟ لأن الجسم محتاج يحافظ الـ Purine لأكثر وقت. طيب لو تكسرت كمية الـ Purine أقل معناها حينتج عندنا إيش؟ يوريك أسيد أقل، فبالتالي حنكون عالجنا المرض إن شاء الله. هذه صورة للتوضيح. طيب الالوبيورينول افكتس، الالوبيورينول عرفنا كيف بيشتغل. طيب ايش اللي بيصير في السيرم يوريك اسيد ليفلز؟ كميه اليوريك اسيد حتقل، كميه الزانثين والهايبوزانثين حتزيد. الزانثين والهايبوزانثين كميتهم حتزيد ليش؟ لانه الانزيم هذا اللي هو الزانثين اوكسيديز اللي هو بيحولهم يوريك اسيد وقف شغل، فحتتراكم كميتهم بعدين. لكن هذول ما بيسوي نفس المشاكل اللي بيسويها اليوريك اسيد، فبالتالي يعني أمر أخف ضررا منه، يعني نكون حلينا المشكلة. كده خلصنا كلام عن الهايبر يوريسيميا اللي هو الجوت. دحين نروح على الهايبو يوريسيميا. إيش الهايبو يوريسيميا؟ تكون ديفكت في واحد من ثلاثة إنزيمز، يا إما في الزانثين أوكسيديز اللي هو هذا هو نفس الزانثين أوكسيديز، يا إما في الأدينوسين دي أمينيز، يا إما في البيورين نيوكليسايد فوسفورايليز. طيب الانزيم ده والانزيم ده اول مره نسمع اساميهم، صح؟ ايش حكايتهم؟ نشوف الصوره اللي بعدها حتوضح لنا ان شاء الله. اول شيء نمسك الادينوسين دي امينيز، هذا هو الادينوسين دي امينيز، شايفينه؟ مسؤول عن تحويل الادينوسين لإينوسين. طيب لما الادينوسين يتحول لإينوسين، الإينوسين بعدين في النهايه حيتحول ليوريك اسيد. لما نقلل كميه الإينوسين في الجسم حتقل كميه اليوريك اسيد في الجسم، فصير عندنا هايبو يوريسيميا. فهذا الانزيم لو قل حتقل كمية اليوريك اسيد يعني بشكل غير مباشر. الانزيم التالي اللي هو البيورين نيوكليسايد فوسفوراليز موجود هنا، هذا هو البيورين نيوكليسايد فوسفوراليز، مسؤول عن تحويل الجوانوسين لجوانين. طيب ايش حكاية الجوانوسين يتحول لجوانين؟
الجوانوسين لما يتحول لجوانين، الجوانين بعدين في نهاية الأمر حيتحول لإيش؟ اليوريك أسيد. فلما نحن نوقف تحويل الجوانوسين لجوانين، نحن كده بنقلل من كمية اليوريك أسيد اللي بيتم إنتاجها في جسم الإنسان. فبالتالي الإنزيمين هادولا اللي هم دا ودا، دول الإنزيمين هم اللي موجودين هنا، دول الاثنين لو قلوا حتقل كمية اليوريك أسيد في الجسم، وبالتالي صار عندنا إيش؟ هايبر يوريسيميا. وثالث إنزيم الزانثين أوكسيديز أتكلمنا عنه يعني، وإن شاء الله الكل فاهم حكايته. وآخر شيء فيه هنا أسئلة، اللي حاب يختبر نفسه ولا شيء كان به. وبكده نكون خلصنا الدرس البارت بي من الدرس الثاني. أنا عارف إنه ماش أمراض وما أمراض، إن شاء الله يكون كل شيء مفهوم. نشوفكم إن شاء الله في الدرس الثالث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.